بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور أشرف محمد علي، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة سيناء. بندي لحضراتكم محاضرة خاصة بكيفية عمل كويز أونلاين. طبعا الموضوع بسيط، مفهوش أي حاجة. كل اللي بنعمله إن احنا بندخل من خلال الموقع بتاع الجامعة على الصفحة بتاعتنا من خلال لوج إن من الأكاونت بتاع حضرتك. بتدخل على الصفحة بتاعتك اللي فيها الكورسات من خلال ماي كورسز، تقدر تدخل على الكورسز كلها المختلفة بتاعتك، تختار الكورس اللي انت عايز تعمل فيه الكويز اونلاين. زي ما قدامنا اهو، انا بوقف على ماي كورسز، بختار الكورس بتاعي مثلا اللي عايز اعمل فيه كويز اونلاين، ولو يكن المادة اللي قدامي ديجيتال سيجنال بروسيسنج. بتتفتح لي الصفحة بتاعت المادة. بعد كده منساش بنعمل تيرن اديتنج اون، اهي بدوس على تيرن اديتنج اون. طبعا بلاحظ ان اللون اتغير، بقى لونه احمر، مكتوب تيرن اديتنج اوف. كده في امكانيه ان انا اعمل اديتنج، ان انا اغير في الصفحه بتاعتي. طبعا انا عايز اعمل الكويز بتاعي، ممكن يبقى في توبيك 1، ممكن يبقى في توبيك 2، في اي توبيك انا عايزه. سي انا هعمل الكويز في توبيك 2، فهدوس على اد ان اكتيفيتي اور ريسورس. بعدين اختار من اد ان اكتيفيتي اور ريسورس، بختار كويز. طبعا على اليمين مكتوب لي الكويز ده بيعمل ايه، او الاكتيفيتي بتاعت الكويز دي معناها ايه. طبعا هو كاتب ان الكويز اكتيفيتي دي بتمكن التيتشرز ان هو كرييت كويزز، اي كويزز، اي اختبارات. طبعا ممكن يكونوا الكويزز دي عباره عن مالتيبل تشويس، ماتشنج، شورت انسر، اي حاجه الدكتور عايز يعملها ايه بالنسبه للطالب. فبعد ما بختار كويزز بدوس على اد وبنتظر. طبعا هو بيدخل على الصفحه بتاعتي اللي هي الصفحه بتاعت adding a new quiz to topic 2. منتظر منك انك تكتب نيم للكويز، اول حاجه بيطلبها منك، ودي طبعا اجباري. طالما عامل عليها ستار باللون الاحمر يبقى ديت اجباري، فبتيجي تكتب هنا، بنقف عليها ماشي، بنكتب هنا كويز. في الديسكريبشنز، في التوصيف بتاع الكويز، طبعا ده حاجة اختياري، انت عايز توصف الكويز ده، الكويز ده خاص بجزئية معينة، الكويز ده عليك درجة معينة، مش عارف ايه الحاجات دي، تابعة للدكتور. طبعا دي حاجة اختياري الديسكريبشن بالنسبة. المهم بقى عندنا التايمينج، لازم بتحدد التايمينج، بداية الامتحان ونهايته. فبتدوس على تايمينج كده زي ما انت شايف، اوبن ذا كويز. طبعا لازم اعمل عملية انيبل للاوبن للكويز. مثلا عايز اعمله يوم ايه، يوم مثلا سي 19، عايز اعمله مثلا الساعة 1 الظهر، مثلا الواحدة الظهر يعني الساعة 13. وطبعا هنا 00 في المينتس. طب ينتهي امتى؟ برضو اعمل انيبل للكلوز، ما انساش اخلي نفس اليوم يعني 19، يبقى هنا برضو 19. وطبعا هنا عندي ان انا المفروض اقف على هنا 14 الساعة 2، وهنا عندي 00. بعد كده في بالنسبه للجريد بتاعتي، طبعا انت عندك جريد دي، طبعا بتلاقي الاتمبتس الاود اللي هي المحاولات المسموح بيها، فما نخليهاش انليميتد، يعني خليها ايه مثلا سي محاوله واحده، يعني الطالب بعد ما يخلص ويعمل سبميت نهائي ما يحاولش انه يدخل مره اخرى يغير يعمل في الاجابات او ما نحو ذلك. بالنسبه بقى برضو عندي في اللاي اوت، هل انت عايز كل سؤال في صفحه، every questions يعني new page في every question، يعني كل سؤال يبقى في صفحه، ولا كل سؤالين او كل ثلاثه او كل اربعه، هو كاتب لك every question ولا two question ولا three، براحتك يعني، هو مديك options كتير، ممكن نسيبها every question مفيش مشكله خالص. تمام كده. طيب يبقى هي دي التغيرات بس اللي بنعملها في هذا الموضوع. يبقى التايمنج بنحدد البدايه والنهايه، الجريد بنخلي attempts allowed واحد، بالنسبه للاي اوت البيجز بنخليها فور ايفري كويتشن. بعد كده بنعمل سيف اند ديسبلاي. بعد كده بيقول لي دخلنا على الصفحه دي، كاتب اسم الكويز اللي انت سميته كويز 1. بنيجي من اديت كويز، اديت كويز،
طبعا احنا لسه ما ضفناش الاسئله، فبنعمل اديتنج للكويز. ادي اديت كويز، طبعا كاتب لك كويتشن زيرو لان احنا لسه ما ضفناش اي اسئله. كاتب لك الماكسيمم جريد 10، هو الديفولت 10. عايز تغير الرقم ده ممكن انك بتشاور عليه كده وتكتب مثلا عايز تخليه من 15، ينفع تخليه من 15 زي ما انت عايز. سيبه من 10، يبقى ده هو اللي ايه الماكسيمم جريد بتاع الامتحان. سوري، هي طبعا صفحه ساعات بتفصل. ارجع تاني لاديت كويز، معلش. طيب بعد كده بندوس في الصفحه دي بتاعت اديتنج كويز. اد اول سؤال بقى، بدوس على اد نيو كويتشن. انت عايز اول سؤال ايه؟ مالتيبل تشويس ولا ترو اور فولس ولا ماتشنج ولا شورت انسر؟ مثلا احنا عايزينه هناخد سؤال مره مالتيبل تشويس، مره واحد ترو اور فولس، مره اي سي يعني سؤال مقالي، وهي دي اشهر الاسئله اللي احنا بنبقى عايزين. وادوس على اد. بعد كده هو كاتب لك الكويتشن نيم، يعني اول سؤال عايز تسميه ايه، هو كويتشن رقم السؤال يعني كيو، يعني مثلا ايه تقول ان هو كيو 1 مثلا، كويتشن رقم 1. طبعا هنا كاتب لك التكست يعني السؤال نفسه، طبعا في المالتيبل تشويس بيبقى عندك مثلا ملف وورد فيه الاسئله، فبتختار مثلا ادي السؤال الاولاني اهو، فبتكتب هنا ادي، بتاخد كوبي بيست مثلا، ده ابسط الطرق. بيبقى معاك ملف وورد تقدر تاخد منه السؤال اهو وتعمل له بيست زي ما احنا عملنا كده. example of causal is. وبعد كده نشوف الانسر. choice رقم واحد، احنا عندنا مثلا الاختيارات اربع اختيارات، فالتشويس رقم واحد بنكتب هنا population growth، بناخدها من الاختيارات اللي عندي، ادي copy، وبعدين اروح انا حاططها هنا في التشويس الاولاني. وعندي التشويس التاني، الاختيار التاني اخده برضو من الملف الوورد، بيبقى ملف الوورد عندي جاهز فيه لايه الاسئلة، ادي ده كوبي، وبعدين اروح حاطط التشويس التانية، بعدين التشويس التالتة مثلا فور اكزامبل في عندنا كوميونيكيشن تشانل استيميتور، يبقى مثلا اروح اعمل لها كوبي واعمل لها بيست، وبعدين عندي التشويس الرابعة اللي هي مثلا سيل امبليفاير، ادي كوبي، وبعدين اروح حاططها هنا كنترول في. بعد كده ناخد بالنا الاجابة صحيحة كده، كاتب لك الجريد نون مش مدي جريد يعني فاهم. فانا في كله الاجابة الصحيحة هي اللي تاخد درجة، فلما اكتب 100% هي دي الاجابه الصح اللي هي التشويس الرابعه، فدي اللي اديها جريد 100%، تاخد 100% من الجريد بتاع السؤال. تمام، الباقيين اجاباتهم غلط فبياخدوا نان، يعني اي اجابه انت هتختارها غير بتاعه ال 100% هياخد ايه، كانه خد زيرو في السؤال كده. انا عملت السؤال الاولاني سيف تشينجز اند كونتينيو اديتنج اهي، وبعد كده بنختار هنا في عندنا بريفيو، يبقى عندك سيف تشينج اند كونتينيو اديتنج، تظهر هنا كلمه بريفيو او معاينه، ممكن اشوف المعاينه دي بيبان السؤال ازاي عند الطالب كده، بتبين لك اهي اكزامبل كده بان عند الطالب بهذا الشكل از، وهو يقدر يسلكت الاجابه بتاعته، يعني يقدر يسلكت مثلا لو سلكت امبليفاير ومثلا يعمل ايه سبميت اند فينيش، يعني بتجرب بتشوف مثلا هو السؤال يظهر عنده ازاي، فهي يور انسر از كوريكت، ذا كوريكت انسر از ايه امبليفاير. يبقى نعمل ايه كلوز للبريفيو دوت، يبقى كده تمام. بنعمل بقى سيف تشينجز الاخيره دي، كده السؤال الاولاني ومحطوط له درجه واحد، يعني محطوط عليه ليه درجه واحده على هذا السؤال. تمام، عايز تغيرها بتدوس على القلم، وممكن انك تغير الواحد دي عايزها 2 3 4 واتيفر، انا بنسيبها واحد مفيش مشكله خلاص. طب اد سؤال تاني، يبقى بتدوس على اد نيو كويتشن، بعدين عايزه ترو اور فولس، يبقى انا اعمله ترو اور فولس، اختار الاختيار ده اد، يبقى كده انا بديك اوبشنز مختلفه من الاسئله. بعد كده نكتب كويتشن نيم، نسميه كويتشن 2، ممكن تكتب كوتشان بي، اي حاجه اللي انت عايزه كيو 2.
تمام. هو بيقول لك هنا كوتشن تكست، ممكن يبقى عندي تكست فيه سؤال مثلا من الترو اور فولس، مثلا ساين دلتا اوف تي بتساوي اهي، سوري كوبي ادي اهي كنترول في مثلا ساين دلتا اوف تي بكتب بتساوي واحد، هل دي ترو اور فولس؟ هو كاتب لك هنا تحت بيبقى كوركت انسر، انت عارف الكوركت انسر مثلا انها فولس فبتسيبها زي ما هي فولس، لو هي ترو يبقى تختار الترو، لكن هي مثلا الاجابه الصحيحه هي فولس فبتدي له الاجابه الصحيحه. تعمل سيف تشينجز اند كونتينيو اديتنج برضو زي ما عملنا في المره اللي فاتت. وبعد كده بتيجي على بريفيو برضو بنفس الطريقه، تعمل معاينه بريفيو اهو برضو، هنا تقدر هو يختار ترو اور فولس برضو، ماركت اوت اوف واحد يعني درجته من واحد، تعمل مثلا هنا خلاص هو باينه قدام الطالب، تعمل كلوز للبريفيو ده تمام. طبعا قبل ما تعمل كلوز بريفيو تشوف انت هتعمل ترو اور فولس، هي الاجابه لازم تحدد الاجابه اللي هي فولس، مثلا هنا السؤال ده اجابته فولس، وتعمل كلوز بريفيو يعني يبقى سوري سبميت، انا اسف سبميت اند فينيش الاول قبل ما تعمل كلوز للبريفيو، تعمل سبميت اند فينيش عشان يبين لك اه ادي الفولس ادي الكوركت انسر بتاعتك اللي هي الفولس عشان حددته، وتعمل كلوز للبريفيو يعني بعد كده تعمل كلوز بريفيو. بعد ما بتعمل كلوز بريفيو بيرجعني للصفحه اللي قبليها، فبتعمل سيف تشينجز، سيف تشينجز ان هو يحافظ على التغيرات اللي ايه اللي هو عملها بالنسبه لاخر سؤال بتاعنا بتاع ترو اور فولس. طبعا هو بيرجع للصفحه اهو كده باين ان في تو كويتشن، الكويتشن التاني برضو عليه درجه، انت حر برضو عايز تغيرها تخليها درجتين يعني بتأدي بالقلم اهو، تكتب مثلا اتنين اهو وتغيرها يعني بتحاول او بتحاول تغيرها عن طريق تاني القلم اهي، الواحد دي انت عايز تخليها اتنين فبتكتب اتنين وتدوس انتر بعدها اهو، بيحاول ايه يداونلود الاتنين اهي، بقت عليها كأن السؤال ده انت عايز تبقى عامل عليه درجتين مثلا، انت حر الامتحان اصلا كله الماكسيمم بتاعك من 10 فواحد واتنين تلاتة، عايز السؤال مثلا الاخير بقى تخليه من 7 اللي هو الاي سي مثلا اللي هو السؤال المقالي، عايز تعمل سؤال مقالي اهو وتعمل له اد، بعدين السؤال المقالي هو بيتيح لك برضو انك عايز تكتب كويتشن رقم كام، كويتشن اهو كويتشن 3، دخل التكست اللي انت عايزها او دخل السؤال اللي انت عايزه، فما بتدخل السؤال اللي انت عايزه اهو ممكن اجيبه من هنا من ملف الوورد بتاعي اهو، مثلا عايز ادخل سؤال اهو هنا عندي ده جاهز، ده سؤال تكست اهو فهدوس كوبي كوبي، وبعدين هنا احطه كنترول في بيست اهو، بقول عمليه اكس اوف تي واتش اوف تي بتساوي كذا، عايز اكس اوف تي كونفليوتد مع اتش اوف تي عمليه حسابيه. طب خلي بالك ان احنا بنريكواير في مثلا هنا في السؤال المقالي ممكن ان الطالب يكتب الاجابه في ورقه وبعدين يعمل ايه زي التاش الايه ملف معين او يعمل ابلود لملف معين، فانت تدي له السماحيه دي الاو اتاتشمنت ان انت تسمح له ان هو يرفع ملف، فنو دي خليها له ايه انه ينفع يرفع ملف واحد، خليه واحد انت عايزه اتنين حسب ما انت تتراءى ليك، فهو يعني المتعارف عليه ان انت تخليه يقدر يرفع ملف واحد، برضه انه يكتب ليه 15 سطر يكتب فيهم، اعتقد 15 كافيين، عايز تزود ممكن 20 25 معاك لحد اهو 40 سطر، فطبعا العمليه بالنسبه لك ايه سهله يعني ما فيهاش ايه اي حاجه، شوف يعني يقدر يكتب كلام في 15 سطر هنا في التكست اللي هو هيظهر عنده مكان يكتب فيه، ويقدر ان هو ايضا يرفع ملف معين، يعني كل الاوبشنز دي عنده. برضو اعمل سيف تشينجز اند كونتينيو اديتنج،
بعدين طبعا زي ما عملنا في السؤالين اللي فاتوا بنقف على بريفيو، نشوف السؤال عامل ازاي. بريفيو يبقى معاينة، اهو السؤال قدامه، اهو في مكان يكتب فيه اهو، وطبعا هو لسه بيفتح لي الصفحة ان انا هقدر ان انا ابلود ملف زي ما انتوا شايفين كده، هو بيحاول لسه بيفتح لي، هيتفتحت قدامي بهذا الشكل. يقدر الطالب يقف عند هنا اد فايل، ويقدر من خلاله ان هو يقاد اي فايل هو عايزه، تمام، يعمل له ابلود اهو. لو شاور على كده اد فايل، سوري انا اسف، طبعا الطالب هنا هيقف على دي، انا اسف، هنرجع بس ليها هنا اد فايل، هو اللي هيقاد فايل. الطالب يقدر يعمل دوا، وطبعا بقى نعمل هنا كلوز بريفيو، يعني كده انا ضمنت ان الطالب يقدر يكتب ويقدر يعمل عملية ان هو يرفع ملف. بعد كده بقول سيف تشينجز برضو للسؤال التالت. بالنسبة للسؤال التالت عندي اهو، بعمل له سيف تشينجز، هو بيحفظ التغيرات اللي عنده زي ما شايفين عندنا اهو. ادي السؤال التالت، انا عايز مثلا السؤال التالت ده يبقى عليه 7، عشان بحس ان 1 و2 3، واخلي ده 7، اكتب 7 اهي وادوس انتر بعدها اهو. يبقى كده كل سؤال، ادي 1 و2 3، 3 و7، ادي الماكسيمم جريد اللي هو 10. بالتالي كده انا عملت الكويز بتاعي في 3 صفحات، بيج 1 بيج 2 بيج 3. اقدر اغير باي طريقة اخرى زي ما انا ايه عايز. ادي طبعا الصفحات بتاعتي، تقدر تغير كده، تموف دي مكان دي البيج التانية مكان الاولانية، كل الحاجات دي تقدر تتصرف فيها. يستحسن تمشيها كده كل حاجة في صفحة، مفيش مشكلة، عشان ايه يعني زي ما يعني الدكتور يا ترى لي عايز يعملها كلها في صفحة واحدة يقدر، يعني مثلا لو عمل دي كده اهو، دول كده كانهم بقوا في صفحة واحدة. لو لما بيدوس على دي كده بقى السؤال الاولاني والتاني في صفحة واحدة، والسؤال التالت في الصفحة التانية، داس تاني كده رجعهم فصلهم عن بعض. فكل دي حاجات في ايدينا يعني، او تغيرات بسيطة ما فيهاش مشكلة. بعد كده بعمل في الاخر خالص سيف، يبقى كده الكويز بتاعك اتسيف وموجود. الطالب يقدر ان هو يدخل عليه بقى في ماي كورسز، بيبقى هنا. لو انت دخلت على المادة انت كده سيفته، لو انت دخلت على المادة بتاعتك هو الطالب هيلاقي الكويز موجود، بس هيقدر هيدخل عليه في الموعد اللي هو مذكور عنده، عشان يقدر ان هو يحل الامتحان في الميعاد اللي حضرتك الدكتور حددته له. تلاقيه مثلا انت لما رجعت اهو بعد ما سيفت اهو، بترجع للكورس بتاعك بتلاقي كويس، هو الطالب بيصور عنده كويس 1 ده، بيقدر ان هو يدخل عليه ويمتحن في الميعاد اللي المطلوب منه. يعني بيجي يدخل عليه كده اهو، ادي الكويس الاولاني اهو، بيقول لك اتمت ذا كويس ويل نوت بي افيلابل الا الساعه 1 وينتهي الساعه 2. ده اللي هيبان عند الطالب، ذا كويز از نوت كارنتلي افيلابل، يعني مش متاح دلوقتي، مش هيتاح غير في الفتره الزمنيه المحدده ليه. وبكده يبقى احنا تعرفنا في هذه المحاضره ازاي نعمل كويز من ام سي كيو، ومن ترو اور فولس، ومن ان انت تعمل سؤال مقالي. ويعني في الاخر يعني طبعا بشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.